نعم ثلاث. من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسن له زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويقول كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان يأتي قبره صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا ذر. نعم السلام عليك يا رسول الله. فهذا حال عبد الله بن عمر عندما كان يدخل ويمر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكان يسلم عليهما ولا يفعل كما يفعل بعض الجهلة من أنه يقف مستقبل القبر ويدعو له. والقصة التي تنسب إلى الإمام مالك أنه قال للجعفر بن منصور حاكم المسلمين في ذلك ما يمنعك أن تستقبل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو، فهذه كذب على الإمام مالك. فبالتالي إخواني في الله ينبغي لنا التنبه أننا نزور المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للأجر والثواب، ويكون زيارة القبر تبعا، لا أننا نشد الرحال إلى زيارة القبر. وما يذكر من بعض الأحاديث أن من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذه أحاديث كذب ولا تثبت. وقد كتب ابن عبد الهادي كتابا كاملا يرد فيه على ابن السبكي في حضه على زيارة القبر، وسمى من لم يزره سقيما. فبالتالي كتب كتابا سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهذا كتاب قائم على بيان أن هذه الأحاديث لا تثبت ولا تصح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي عندما يمر يسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يمشي ولا يقف ولا يرفع يديه كما نرى بعض الناس يشير أو بعض الناس يدعو، وبعض الجهلة يتمتم ويستقبل، وبعض الجهل يبقى واقفا مستقبل القبر. كل هذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.